رغم وصول الجيش العراقي واليابشة لاتفاق بعدم تجدد الاشتباكات، يشهد قضاء سنجار اليوم الرابع على التوالي وقفات احتجاجية وتنديدية لوجود الكثير من المظاهر المسلحة في المنطقة والتي تسبب القلق للمواطنين. هنا الشباب الموجودين هنا هدفهم جميعهم واحد، عدم حدوث أي مشاكل أو اشتباكات داخل المدن وداخل القصبات الموجودة في داخل ناحية الشمال، وحماية المدنيين والقيام بواجبهم لفض النزاعات بالطرق السلمية، وقيام الدولة بواجبها بفرض سلطة الدولة في ناحية الشمال وفي المناطق الموجودة في داخل سنجار، وتسليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية والقوات العسكرية خاصة الجيش العراقي والقوات العسكرية الأخرى، الحشد الشعبي واليبشي، الخروج خارج المدن والقصبات. خلفت الاشتباكات الأخيرة بين الجيش واليبشة الكثير من الأضرار للمدنيين، وأصاب بعضهم بطلقات نارية، مما أثار غضب الشارع السنجاري للوقوف ضد هذه الانتهاكات بحق أهالي المنطقة. نحن كشباب سنجار تظاهرنا اليوم واليوم الرابع على التوالي كأمس وقبله، نتظاهر لسبب واحد ومعين، وهو خروج كافة الظواهر المسلحة من بين المدنيين في أحياء السكنية. كما لاحظتم قبل يومين حدث اشتباك بين قسم من المظاهر المسلحة المعروفة بحشد الشعبي اليابجا وبين الجيش العراقي، مما سبب بنزوح أكثر من 500 عائلة سنجارية نحو أقليم كردستان مرة ثانية. نحن اليوم نتأمل ونحن نحاول عودة النازحين إلى مناطقنا وعودة الحياة لها، لكن الظاهر أنه أكون صفقات سياسية ودولية لا تساعد على ذلك، إنما تعمل على عدم الرجوع الأهالي سنجار إلى المدينة، وهدفها الرئيسي إبعاد أهالي سنجار عن المدينة. نحن كشباب سنتظاهر اليوم وغدا وبعد غدا حتى نرى أنه أكو تغيير على أرض الواقع، وهذه الاتفاقية التي طلعت الأمس نراها فعليا على أرض الواقع. قبل ذلك وقعت اتفاقيات كثيرة لكن هذه الاتفاقيات لم تطبق، نريد اتفاقية واقعية وهي إخراج كافة الظواهر المسلحة من الأقضية والنواحي من بين المدنيين والوصول إلى حل سلمي، كما نريد ضمانات حقيقية من بغداد وإثبات أن سنجار مدينة عراقية خالصة ترتبط مصيرها ببغداد فقط. الجيش العراقي يريد فرض سيادة الدولة والقانون في سنجار، واليبشة تريد البقاء حتى وإن ضحت بالغالي والنفيس، والمواطن السنجاري محتار لا حولة له ولا قوة، معلقا بين مطرقة البقاء وسندان النزوح. ليزيدي 24، ذياب غانم.